قبل التحول. ما الذي حدث هناك؟ قابيل مساحة كبيرة أمام مولر. يا فعلون عليهم الاستمرار في المحاولة والهجوم، تقدم للأمام دائم. انتظار صافرة الحكم. توني كروز، توني كروز. جودة الفريق في التمرير. كرة من جهة الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعب مولر، مولر تلعب. التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. كرة في منتهى الروعة، متفوقون للفرق. نيمار، بابي، مولر، نيمار يبحث عن المهاجم. فالفيردي، بينية رائعة. مولر بخصوص الضغط الريسك العالي على الخصم في هذه المناطق من اجل الخلق لاستعادة الكرة. توني كروس، مولر تصطدم في القائم، ضربة يحاول تمريرها من بين. يلعب مولر، من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء. Thank you. التسديد الآن. شوف ديف على أرضية هذه المباراة، كانت مواجهة بالفعل مثيرة جدا على أرضية الميدان. شكرا على حسن المتابعة والاستماع مشاهدينا الكرام. مباراة لن ينساها، وكرة سيحتفل بها.